لو انا هسأل حضرتك برضو استاذ ايهاب، يعني لو عايزين نفهم هنا تكنولوجيا المعلومات وازاي اقدر ان انا اقدم مثلا خدمات مميكنة زي ما بيتقال للمواطن المصري، برضو يعني ايه خدمات مميكنة؟ يعني عايزين كل حاجة نشرحها. أنا عايز معلش. أقول إن الاتصالات هي طبعا لغة العصر وأساس في كل القطاعات. الموبايل ده يعتبر هو اللي كسر الحاجز النفسي في التعامل مع التكنولوجيا، وما فيش مواطن دلوقتي ما يمتلكش تليفون محمول. فإذا ليه المحمول ده ما يستخدمش في تأدية كل الخدمات، وهو ده المستقبل اللي احنا رايحينه؟ مع ميكنة كل الخدمات وعملية الدفع الإلكتروني، أصبح الموبايل ده أنا هقدر من خلاله أدفع كل المستحقات اللي عليا، سواء فواتير تليفونات أو موبايل أو حتى مصاريف معاهات وجامعات الكهرباء. فإذا بدل ما أنا أمشي يعني عايزين برضو نوضح فكرة الشمول المالي للمواطن البسيط اللي بالظبط، احنا اللي نمثله هو كمان احنا كتجار، ان بدل ما بتمشي كاش في جيبك وممكن معرض ان انت تتسرق او كده، لا، انت تحولت ان محفظه الكترونيه على موبايلك، ومن خلال هذا الرقم اللي موجود على موبايلك بتقدر تأدي كل مصروفاتك وتعاملاتك سواء التجاريه او المدفوعات الالكترونيه. ففي منتهى البساطه، طالما موبايلك مش مستخدم فقط للمكالمات، لا، بتستخدمه في تأدية الخدمات والمدفوعات الالكترونيه، وبالتالي بيسهل الوقت والجهد والمواصلات والوقت اللي بيضيعه عشان يروح، وهنساهم في حل ازمه المرور واستهلاك كمان، انخفض من استهلاك الطاقه، وبالتالي نحافظ على التلوث البيئي. يعني شوف التكنولوجيا افادتنا في كذا حاجه ازاي بخلال استخدام التطبيقات الالكترونيه والتسهيل على المواطن. احنا واصلين دلوقتي لاي مرحله من استخدام التكنولوجي وعلى فكره كمان وعينا بيه؟ انا بتكلم على المواطن المصري العادي، مش حتى اللي هو فاهم او العادي. احنا ما ابتدينا بال 96 من نزول الموبايل، واتقال ان الموبايل في ايد الجميع، فعلا اتحقق وبقى فعلا في ايد الجميع. وانا شايف ان اتجاهات الدوله ماشيه وبتضغط بتكوين المجلس الاعلى للمدفوعات الالكترونيه، كون ان يبقى في دلوقتي 4 مشغلين متكاملين بيوفروا البنيه التحتيه اللي تساهم مع شركات الدفع الالكتروني في تاديه خدمات افضل. فيعني احنا محطوطين على الطريق الصحيح، وخصوصا كمان ان يكون في موبايل مصري، صناعه مصريه، ده يبين ان احنا بقى في خط للمواطن المصري وموبايل مصري بانتاج محلي. يعني فده هو يمكن بنسبة 40%، صح كده؟ في البداية، وهو مش لا هيبقى عشان أول مصنع، بعد كده هيبقى فيه 2 و3، وخصوصا الموبايل بقى شيك بيستهلك بصفة مستمرة. يعني